السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بقى هنعمل شوية كشري كده مصري، طبعا هنوضع بقى الأكل الناشف وكلام من ده. طبعا انتوا عارفين رمضان داخل علينا، كل سنة وانتم طيبين، فطبعا الواحد ما ينفعش يعمل كشري مصري في رمضان، تمام؟ فقلت بقى النهاردة اما اعمل لهم بقى ايه كشري مصري، عشان طالبينه منه من الأولاد، طالبينه مني بدل ما يشيلوا من بره. طبعا انتوا عارفين العلبة قد كده مش هتكفي أكل أصلا، ب 20 30 جنيه، ده اقل علبه كمان، تمام؟ والنهارده بقى هعمل لكم كميه كبيره جدا، ممكن يعني تاكل عيلتين مع بعض باقل حاجه كمان تمام عندك، تمام؟ كل المكونات عندي اصلا، ما اشتريتش حاجه من بره، عندي اللي هات في الجيب اهو حوالي نص كيلو، يعني شايله منه حاجات بسيطه جدا، نص كيلو. وعندي بقى الدجاج والبصل، وطبعا عندي المكرونه، الحاجات بسيطة بس اللي اشتريها من بره. وعندي الشعرية اهي، مكرونة صغيرة اللي هي المعوجة دي اهي، تمام. وعند القوطة وعند الرز اهو، عند القوطة وعند الرز، بس القوطة غسلها مع قرن فلفل كده، واعملها قدامكم، وهعملكم طبعا الكشري قدامكم، واشوف بقى طبعا الطريقة بتاعتي، الطريقة بقى على ايه، يعني بعمل الكشري على طريقتي، كل واحد ليه طريقة مختلفة. انا النهاردة هعمل الكشري ده على طريقتي انا، يا رب الطريقة تعجبكم، تمام. نحط طبعا الكشري ده اللي عارف الاول على جنب، تمام. معلش بقى اعذرونا عشان المكان ضيق. هننقع طبعا الاول العدس، هسيبه يتنقع كده عقبال ما نعمل الايه الصلصه، قبل ما النور ميطلع. النور عندنا بيقطع الساعه 4، انا عايزه الحق بقى اعمل الاكل عقبال ما نقل، قبل ما النور ميطلع. طبعا هقطع الطماطم، انا غسلت طبعا كويس جدا، يعني طبعا هعمل الخلاط نشغلها كده قبل ما النور يقطع. احنا هنا عندنا يا اما النور يقطع يا اما الميه تقطع، فهنشغل اهم حاجه نعمل خلاط. هنجيب حته قرن فلفل كده، بحب الحاجه حر اصلا، بالذات الكشري، الكشري لازم يكون حار. نجيب كده ازازه ميه ونزود الخلاط عشان يمشي اهو، حاجة كده نلحق الخلاط، الواحد بيلحق قبل ما النور يقطع. النور بيقطع الساعة 4، مش عارفة بقى عندكم بيقطع الساعة كام، بيقطع ولا لأ، تمام. هكمل كده فرمة وارجع لكم تاني. طبعا عملتش أول شكشك، هنحط طبعا البهارات قدامكم، هنحط شوية فلفل أسود، حوالي معلقه صغيره فلفل اسود، وعندي هنا ايه كمون، نحط الاول شويه كزبره، كزبره ناشفه، اي بهارات عندك حطيها، عايزه تحطيها حطيها، هنحط لها كل البهارات اللي عندي. كمون اهم حاجه في صلصه المكرونه او صلصه الكشري اهو، معلقه كمون كبيره تمام، ومعلقه ملح كبيره طبعا، معلقه ملح كبيره تمام، اي بهارات عندك تمام، بهارات السبع بهارات، عندك حط السبع بهارات. هيحط ايه تاني؟ هنحط ايه تاني؟ ملعقة الدجاج، بيقولوا لي بحط ملعقة الدجاج، ملعقة الدجاج بتعمل في الشوربة بس، لا انا بعملها في اي طبيخ انا بعملها. حطينا مكعبين ملعقة دجاج تمام، لسه بقى هحط مكعبين برضو في الرز. انا حطيت كل البهارات في الخلاط اهي تمام اهو، ونشغل عليها الايه الخلاط. بسم الله الرحمن الرحيم، هكمله كده وارجع لكم تاني. هنعمل بقى شويه شاي كده الاول كده قبل ما نبدا ان شاء الله. انا كده عملت مكونات، جهزت كل حاجه، لسه البصل بس هجهزه والثوم، ده اهم حاجه عملتها في الخلاط عشان النور قطع اهو. انا بعمل طبعا سكر قليل، انت حطيت طبعا معلقه وربع سكر، شويه رز، شويه بقى شاي كده عشان الواحد بقى يقدر يركز في الكشري بتاع النهارده. وعندي قرنفل كده، حطيت لها معلقتين حبيتين قرنفل، معلقتين حبيتين لبن،
نجيب طبعا الرز بتاعنا كده نفره، نشوف لو فيه طوبه ولا حاجه ونغسله، عشان نغسله برده كل نقع اخر، عشان خاطر ايه نعمل الرز وعبال ما اعمل التوم بتاع الصلصه. خلاص كده مفيش فيه اي حاجه، هغسله كده وانقعه وارجع لكم تاني. كده احنا خلاص طبعا انا عملت البصل، قطعت البصل اهو بالسكينه، مش عملناه بالكبه، انا عاملاه بالسكينه اهو. ده الكميه اللي انا عملتها، حوالي 3 بصل، 4 بصلات كبار، احمرها كده واوديكم نروح عند البوتاجاز كده بقى ونعمل ايه المكونات كلها بتاعه الايه كشري. كده خلاص انا حطيت الحله طبعا على النار، نجيب البصل اللي احنا عملناه، البصل اللي احنا عملناه طبعا، نسيب طبعا البصل احنا يصفر كده، اول ما يبدأ يصفر نحطه على، نشيل منه شوية بصل منهم كده، بذوق ده بس الكشري، وبعد كده اضيف معاهم الايه الشعرية، هسيبه كده يحمر او يصفر شويه وارجع لكم تاني. كده خلاص احنا طبعا عملنا البصل صفرناه اهو، نشيل بس الصغيرين، ما بحبش البصل اصلا على ال صغيرين كده على جنب كده، ونجيب الشعريه، نجيب الشعريه نحمرها مع البصله اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، هنقلب طبعا الشعرية كده مع البصل، تاخد اللون بتاعها صفر كده معاه، هاخد الكيس الصغير كده عشان خاطر طبعا الكيس قليل فيها. مرة كده وارجع لكم تاني. طبعا هنجيب معلقه من التوم كده صغيره، يعني ايه دي كده معلقه كبيره من بتاعه الرز، بقلب الرز حطينا طبعا زي ما انتم شايفين اهو نص المعلقه، طبعا كده الشعريه بتاعتنا اتحمرت مع الرز مع البصل. هنحط طبعا العدس، كنت انا غسلاه، هنحط العدس اهو تمام، نوطي النار كده. التوم بتاعنا طبعا الصفر، هنحط بقى الصلصة بتاعتنا اللي احنا عملناها، طبعا حاطين طبعا البهارات كلها، وال مش محتاجة ان انا احط بهارات في الصلصة تمام اهو. هنقلبها كده، قلبناها نحط عليها بقى عليها النار كده تثبت مع نفسها كده. هنجيب طبعا البهارات بتاعت الرز، هنزود الرز طبعا الاول مية، طبعا معلقة من الملح حسب الكمية، طبعا معلقة من الملح، رشة من الفلفل الأسود، معلقة من الكمون حسب الكمية برضو، وتعجين ورق الدجاج، تعجين من ورق الدجاج تمام.
كل ده كده في الشعرين في الرز ميه الرز. وهنجيب الميه بتاعه الرز طبعا نزود طبعا اهي نزودها ما تزوديش حسب الكميه برضو عشان ما يعجنش منك، حتى لو عايز رز عايز ميه احسن ما يبقى معجن. تمام انا ما زودتش في الميه طبعا زي ما انتم شايفين عشان لسه هحط الرز كده. كده خلاص هنسيب طبعا البهارات كده الشعريه والعدس والبصل والبهارات يغلوا غلوه كده، وانا طبعا غسلت الرز هضيفه معاه. نعلي النار عليهم كده يغلوا كده مع نفسهم كده لغايه ما ايه اول ما يغلوا اقوم مضيفه لهم الرز. طبعا احنا كده هنعمل معاكم الدقه طبعا نص حوالي كوبايه ميه كبيره عشان الكميه تبقى كتير. تمام وهنجيب طبعا الثوم اللي انا دقيته كده في الهون حوالي معلقه ثوم كبيره اهي معلقه ثوم كبيره اهي هنحطها طبعا في الميه. وهنجيب ملح طبعا معلقه ملح صغيره كده عشان نحط ملح في الثوم. تمام ومعلقه طبعا معلقه كمون حلوه كده كبيره اهو. تمام وهنجيب الخل بتاعنا الجميل كده اللي انا بحب استخدمه في الحاجات دي اهو الخل بتاعنا طبعا نحط بقى الكميه اللي انت عايزاها اهو. هنجيب طبعا برده كمون ادي معلقه 2 3 4 معالق من الخل 4 معالق من الخل من المعالق الكبيره بتاعت اللي هي بتقلب بقى الرز اهو اهي مش عارفه باينه ولا لا هسيبها بقى تغلي غلوتين كده تقعد تغلي شويه عشان طبعا الثوم بتاعنا يستوي ميبقاش ايه ميبقاش ناعم. هنسيبه كده غلوه اهو هنحط عليها طبعا فص ليمون كده وبعد كده خلاص كده احنا خلصنا الايه الرز لسه هنحط الرز بس والصلصه طبعا ولعت عليها والدقه اتعملت معلش بس المكرونه هنسلقها طبعا اهو حطينا بقى ال هنحط طبعا رشه من ال رشه صغيره كده من الليمون اهو ده خلاص هنقلبها كده مع بعض كده خلاص مش عايزه حاجه خالص اللي هي عايزه شويه ملح صغيرين حط لها مش عايزه خلاص كده هنغطي عليها بقى تاني كام غلوه كده وطفي عليها يبقى كده الدقه بكل سهوله ما بتاخدش منك وقت ولا اي مجهود هي بس التوم هو تقشير التوم اللي بياخد منك وقت. تمام هنشوف بقى طبعا الرز بتاعنا هو بدا الميه تغلي اول ما تغلي اقوم حاطه لها الرز الابيض كده يا حبيبي قلب الميه طبعا غليت اهي التلفه الشعريه والعدس هنحط طبعا الرز وارجع لكم تاني. طبعا انا حركت بس التليفون عشان خاطر النور قطع طبعا انا ماسكاه بصور بيه عشان خاطر الفلاش بيفضل شغال يدي ضوء للكاميرا اهي هنحط الرز وارجع لكم تاني. من شايفين كده حطيت الرز اهو هسيبه طبعا يستوي كده اوطي عليه كده يستوي مع نفسه كده. تمام وكده الصلصه بتاعتنا الدقه بتاعتنا بتوع التوم اهي اللي بالخل والتوم يعني كده خلاص الدقه خلاص بتاعتنا كده هنطفي عليها النار والرز كده هنعلي النار عليه كده لغايه ما يستوي مع نفسه كده. هحطنا الميه بتاعت المكرونه اهي حطيت طبعا شويه ملح على شويه زيت صغيرين يغلي غلوه كده واحط المكرونه. تمام انا فضيت الحله بتاعت الصلصه وفي حله صغيره زرق اللي هي الزرقاء دي وعملت في نفس الحله عملت فيها المكرونه عشان ما تاخدش بس ايه حلل كتير. انت شايفين البوتاجاز اصلا صغير فما بياخدش كام حل ما بياخدش حلل كتير. هعمل المكرونه كده وارجع لكم تاني حبايب قلبي كده. طبعا انا خلصت انا الكشري اخدت النهارده هات اخدت النهارده. تمام ده طبعا الرز ده الرز بتاعنا اهو بسم الله ما شاء الله شايفين الكميه دي كل الكميه دي انا على كيلو رز وربع كيلو من عدس الجبه وطبعا حوالي كوبايتين من الشعريه وبصل شايفين ما شاء الله الرز عامل ازاي مفلفل ازاي حاجه جميله جدا حاطه بهارات كويسه شكل طعمه جميل جدا وبيخلي البهارات اللي انا حاطاها طبعا مديه طعم وريحه كويسه جدا.
طبعا حطيت كمان عليها شويه كركم عشان يدي لون. ودي طبعا المكرونه اهي، المكرونه اهي عملت لها شويه زيت كده عشان اشوحها مع بعضها عشان تبقى مفلفله، كمان شايفين اهي اهي. ودي الدقه بتاعتنا، ودي البصل اللي هنزوق بيه الكشري اهو كده اكل النهارده. نجيب الصلصه برده وهنحط طبعا في هنغرف كده في الاطباق وارجع لكم تاني. هنغرف طبعا الاول الرز، طبقه الرز المكان ضيق اساسا، واقفه بالعافيه في المطبخ كده. النهارده بقى قلنا نعمل احترنا كل يوم صراحه، كل واحد كل يوم بتقوم من النوم كده تحتار تعمل اكل ايه. وطبعا انت عارفين رمضان دخل علينا بقى، قلت النهارده اعمل لهم كام يوم دولن او اكل كده ايه سريع سريع. انت عارف طول شهر رمضان الواحد بيعمل اكل عشان خاطر الاولاد بيبقوا صايمين وكده، فقلت النهارده بقى اعمل شويه كشري. هنحط الرز كده على جنب عشان المساحة بس بتاعت المطبخ اهي. تمام كده حطينا، عملنا الطبقة الأولانية بتاعت المكرونة. نجيب طبعا طبقة الأول الرز بعد كده المكرونة اهو كده، أول طبقة من الرز وبعد كده طبقة المكرونة. طبعا حطينا كمية على قد العدد اللي عندنا، بنحط بقى بنعبي بقى في الأطباق صغيرة وناكل. تمام كده اهو. ده أول طبقة طبعا، تاني طبقة. تمام كده خلاص احنا عملنا طبقة طبعا رز وطبقة مكرونة. هنعمل طبعا دلوقتي الصلصة، مش ما شاء الله نعمل كمية صلصة كبيرة. هنعمل طبعا كده طبعا هنحط الصلصة على قد ما الكمية، ونحط طبعا في اطباق تاني برضو صلصة عشان خاطر اللي بيحب يحط بقى صلصة بشطة. هنا خلاص نحط الصلصة على جنب كده ونحط الدقة بتاعتنا، هنحط برضو في اطباق كده. دي الدقة بتاعتنا بتاعت الخل والتوم، عايزة شوية ملح وريقه كده خلاص. كده هنحط بقى الدقة على جنب، ونجيب طبعا البصل كده نزوق بيه. كده احنا حطينا الطبقات اهي، بسم الله ما شاء الله شايفين الكمية كبيرة جدا، ولسه عندي الكمية اكبر من دي مرتين تلاتة كمان. يا رب الفيديو النهارده تعجبكم، طبعا نعرفكم الفيديو طبعا لايك للفيديو وشير في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني. طبعا هنجيب بقى طبقين صغيرين نحط فيهم الدقة. هنجيب طبعا الفلفل كده الحار ده نقطعه، اللي عايز بقى يحط بقى فلفل اهو. حط تمام اهو. وعندي برضو شطة شطايين حرة، كده خضار كده عملنا قرن فلفل. هنحط طبعا الشطة الموجودة
عشوائي صغيرين كده حطيتهم اهم، شطه على فلفل. تمام، هنجيب طبعا الكبشه وهنحط الصلصه طبعا عليها. انا عايز بقى صلصه وشطه كده اهي اهو كده، نحطها على جنب كده. وهنجيب طبعا الدقه، هنحط طبعا الدقه طبعا في طبق صغير كده في الطريقه بتاعت الشوربه. هو اللي عايز بقى طبعا نحط على قد عشان كده بنحط ده ونحط في الاطباق اللي عايز بس كده. فكده خلصنا النهارده الكشري بتاع الكشري المصري طبعا، ودي الدقه ودي الشطه اللي انا عملتها. تمام، لو اكلت النهارده طبعا عجبكم ما تنسوش طبعا لايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد مني، واستنى رايكم في الكومنتات بطبخه النهارده او اكلت النهارده. يا رب يعجبكم، مع الف سلامه وكل سنه وانتم طيبين.